Lofren. Emre Can. تعود الكرة إلى لوفرين. خيال أمام كرة لوفرين. وهنا استلام فيرمينيو. الله الله الله. يضعها محمد صلاح ويدون بدايته في البريمير ليج محمد صلاح بكورة رائعة 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 عن طريق فيرمينيو وقال لمحمد صلاح دون الهدف الأول ودون الانطلاقة الأولى ودون تاريخك الأول في البريمير ليج يا محمد صلاح. تمريرة ما أجملها عن طريق لوفرين والكرة باحثة عن الشباك والمتابعة الرائعة من محمد صلاح. إذا يدون هدف الأول في هذه المباراة وهدف الأول مع العريق ليفربول. هدف أول إذا وليفربول بعد ما كان متأخرا ها هو يعود. وهنا الابتسامة المعهودة والمعروفة على محيى محمد صلاح التي تابعناها وياما تكررت في الكالتشيو الإيطالي ها هي ترتسم الآن في البريمير ليج يا محمد صلاح. هدف طال انتظاره وهنا صرخة بل أثير الفرح للسيد يورجن كلوب بالتقدم لليفربول. بايرن ميونخ طبعا اللي عنده 27 لقب في اطار الدوري منها 26 لقب في البوندس ليجا هو كان بطل للدوري. لايبزيج كان المركز الثاني، دورتموند كان في المركز الثالث، وفريق نادي هوفنهايم اللي عمل انجاز تاريخي الحقيقه بالمركز الرابع في الموسم الماضي. ادي انطلاقه عن طريق اللاعب امري تشان. امري تشان من 2014 امري تشان مع نادي ليفربول. ادي امامنا فيرمينو. فيرمينو ابن هوفنهايم السابق، لاعب هوفنهايم، هذا اللاعب 140 لقاء وسجل 36 هدف. وهدف قادم، هدف قادم ولكن رائع. هنشوف المتابعه هنا محمد صلاح في هذه اللقطه وفي هذه المحاوله. ليس هناك رايه لان بين الدمع عندما سدد محمد صلاح ما كانش متكلم، ومحمد صلاح ياكد ويتعلق ويتعلق ويسجل محمد صلاح. بص شوف ليفربول هنا بقى بالاصرار والسرعه وخطفوهم بدري بدري بهدف اول من ابن الشان ثم التاكيد بهدف صلاح من المتابعه. ادي التسديده ما فيش تسلل لما رجع الكرة من الزعم الهولندي محمد صلاح. شوف السهل الممتنع لكن تمركز واحساس عالي والهدف طبعا واحد يقول لك سهل لكن محمد صلاح بيكافئ على جهده وعلى تمركزه. وادي اللمسه لمحمد صلاح اللي بيسجل اوروبيا الهدف رقم 12 لاوروبيا، 12 هدف اوروبي. لكن تشان امري في الانتصار يدافع بجداري فريق بيرلي واول المدافعين هو المهاجم كريس وود يعني في ضغط على ثنائي كلافان وشو المعطي بن صلاح. جول في دفاع بيرلي كيفيه الاستلام يستريها بكل قوه في مرمى نيك بوبي. شوف استلام الكرة والسلام أمام ستيفن وورد في تسديدة لا ترد من نيك بوبي يقبل هدف التعادل مطلع دقيقة 30